بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. أولا تحياتي واحترامي وتقديري لسيدي القائد العام اللي الحقيقة بفضل الله أولا وبفضل تعليماته وصلنا لهذه المرحلة من المجهودات اللي تقدم فيها وحداتنا واللي الآن قامت بتأمين يعني مساحات كبيرة أو مواقع كثيرة من الوطن اللي في يوم من الأيام الحقيقة يعني يشهد كل واحد إنه ما كانش المواطن يقدر يتجول أو يسافر براحة، ولكن الحمد لله الآن يستطيع الإنسان إنه يتجول مسافات مئات أو ما أقدر نقول حتى آلاف الكيلومترات وهو مطمئن بفضل مجهود القوات المسلحة ومجهود الوحدات. والحقيقة احنا تو اهتمينا بالافتتاح هذا التمركز لكتيبة 173 او زي ما نقول بالبوابة، الغرض منها طبعا معروف يعني لتأمين الطريق لمتابعة المهربين، وطبعا معروفة الكتيبة 173 مجهوداتها الحقيقة من ضمن كتائبنا الممتازة، كتائبنا اللي تقدم في مجهود كبير وأفرادها قدموا الكثير الحقيقة من العمل ومن التضحيات في كل المواقع. اعتبر المنطقة بعد الجبل هذا بعد اللي هو إنجرن مسمى حاليا مشروع مكنوسة، أحد المجاهدين يعني من سنة 1931 لحد 1800، قصدي من 1800 مواليدة 58 إلى 1931، هذا ما يدر موسى في السور حسب من أحد أعيان الطوارق المجاهدين في المنطقة سيء. هذا بيكون شارك في الجهاد ضد اليان هذا شارك في الجهاد، وكان المجاهد يدر موسى في السور قد قاد العديد من المعارك ضد المستعمر الإيطالي والفرنسي في المنطقة، وهذا تاريخها في المعارك اللي شارك فيهم بالكامل مفصلة فيها اللوحة الله متواجدين. البوابة مسمية على بوابة بير مادي، لأن المنطقة هذه تعتبر منطقة بير إبراهيم مادي وسميت عليه، وقعد نفس الاسم في للبوابة سميناها بنفس الاسم بوابة بير إبراهيم مادي. جاهد وأخونا اللواء والشيخ الحاجة حسين الكوني يعني. أكيد والله أكيد والله. الموت ما فيهاش كلام، ولكن هو فقدناه الحقيقة، فقدناه يعني. رجل من رجال الوطن يعني. بالضبط هذا هو من مواليد 1948 وتوفى في 2020. هذا طبعا المحافظ الفقي قدازن أبكل عرفت، وتاريخه معروف ومن مؤسسين الدولة الليبية، يعني أحد أعضاء المؤسسين لوحدة ليبيا الأم عن الجنوب الشيخ وممثل قبائل الطوارق في ليبيا قبل الاستغلال في ذلك العهد، المناصب التي تولاها طبعا هو من ناحية من عام 1956 أي قبل الاستغلال. أنا هو فقي قداز المكنة الله يرحمه. هذه الصور طبعا اللي فيها الفقي قدازن أبكر والحسيني أبو بكر لقوي والخير حمدان عيسى وعبد الجليل سيف النصر وأمكة كمدة سليمان محمد كنا وأولاي كوري عيسى، هذول المجاهدين والمشايخ اللي في الصورة هذه، شهداء الكتيبة 173 استشهدوا في المعارك. هذا العقيد كبين خير كوسن معاون آمر كتيبة واستشهد من المعارك الكرامة، ورئيس عرفة السيد محمد طاهر محمد، ورئيس عرفة نوح أمتا مختار أحمد، وعابدين قائد ميداني للقوة المساندة المتواجدة في الكتيبة 173 في كل المعارك، عابدين
وبا احمد بسني محمد الامين وبشير لقمان محمد وعبد الملك سيدي عيسى وسيدي عابدين كوال وبشير محمد حلال ومحمد احمد الطريس، هذول هم اللي الشهداء اللي استشهدوا في المعارك الاخيره. طبعا اللوحه هذه حتى لا ينسى تاريخ الجهاد الليبي وحتى لا ينسى تاريخ المغاوير اللي هم تعتبر كتيبه 173 جزء لا يتجزأ من العناصر والافراد، جزء كبير منهم ابناء المجاهدين الشهداء، جزء كل من العسكريين المتواجدين فيهم فهم ابناء المجاهدين، يعني اللي تعتبر جبهة القتال المغاوير ببيروت سنة 1982 شهر 9 يوم 24، الفصيل الذي تم حصاره مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تصدت للاجتياح الإسرائيلي لبيروت. عرفت، هذه هي بعض الأسماء، يعني هو تقريبا من شهر 6 إلى شهر 9، يعني هذا تاريخ المعركة. ومجموعة الجرحى حتى هي جرحى، مجموعة جرحى المغاوير الذين شاركوا في حرب تشاد في سنة 1987، هذول هم تعتبر كتيبة 173 جزء كبير من العسكريين فيها أبناء هالمجاهدين اللي هذا ما تكلموش عليه لأن ليبيا كلها تاريخ كلها موجود. الرفيق والأب والصديق والشيخ، يعني المؤرخ وفناية الكوني بالكاني، هذا أحد أعيان وزعماء الطوارق، ويعتبر هو يعني نقولوا احنا مؤرخ لكل الليبيين، وهو تاريخ الطوارق كان يعني عائلة مرموقة في أمور في الطوارق، وتاريخهم معروف وحفاظهم على الهوية الليبية بشكل حقيقي معروف عنده يعني، وتاريخها مكتوب في اللوحة هذه. طبعا كان طيار، اسمه وتاريخه وكله في اللوحة هذه مذكور، بإمكان الجميع يقروا عليه ويستفيدوا عن تاريخ المجاهدين والشهداء. هذه طبعا احنا حتى لا ينسى تاريخ أجدادنا، هذه مجموعة المغاوير اللي وقعت في الأسر بوادي ممر في تشاد سنة 1987 شهر 2 يوم 6، هذه أسماء كل المجموعة اللي شدت في الأسر في وادي ممر، وأنت كانوا رفقاك أكيد زي اليوم وتعرف الموضوع هذا، عرفها، وقاعدين جزء منهم كبير قاعدين في الكتيبة 173 لحد الآن، وجزء منهم اللي متوفى واستشهد تو قاعدين أبنائهم حاليا معانا في الوحدة، وشاركوا معانا في العديد من المعارك الكرامة لحد هالوقت. القرية بنفسها بتاريخ 1987 شهر 8 29 بقيادة المقدم بلالك سالم الشهيد، طبعا توفى، عرفت، يعني كان معروف في حرب تشاد وتوفى بلال سالم، وهذا الاسم الفصيل اللي قاعدة العديد منهم توفوا في نفس المعركة، واسماء الشهداء في اسمه، وهذا شهداء اجتياح اسرائيلي للبنان في سنة 1982 اللي استشهدوا في الفصيل الاول اثناء المعركة هذه، اربع شهداء في لبنان، والعديد منهم اتخذت في تشاد، والبعض منهم اتخذ في معسكر 2 مارس في طرابلس، عرفت، اللي هم هذول اللي عليهم الاستاذ والمؤلف اللي هو الحاج حمى، حاليا هو تابع القوات المسلحه، تابع الكتيبه 193، وموجود راجل فاضل موجود في العديد من الصور، هذا صورهم حتى لا ينسى، حتى ياخذوا العسكريين في الوحدات ياخذوا نفس التاريخ من ابهاتهم، ويعرفوا ان ليبيا عبره لا يمكن تعود الا بالمؤسسه العسكريه. استنى صورته موجود تلقاها، لا الفتره هذه ما يقرب صغير ما يقربش، هذا تاريخ فوق ال 40 سنه يعني.
اولا نشكر سيد القائد العام اللي بفضل مجهوداته بعد الله سبحانه وتعالى ومتابعة الأمور وتحريضه على الأمن والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، قامت الوحدات حقيقة بإنشاء عدة مركزات في المنطقة أو من الأبيض إلى حدود الجزائر، ومن ضمنها طبعا هذا التمركز يعني طبعا مهم، موقع مهم جدا لتأمين الحقيقة في مساهمة في تأمين الحقول النفطية ومحطة وباري الغازية وأيضا تأمين تنقل المواطنين ومراقبة مسالك التهريب والتي تسلكها المنظمات الإجرامية والمنظمة، والحقيقة هذا مجهود كبير قامت به الحقيقة الكتيبة 173، ولدينا الحقيقة عدة مركزات على طول الطريق من مختلف الوحدات، وإن شاء الله بإذن الله سنستمر في فتح تمركزات بحيث الوحدات ما تكونش داخل معسكراتها فقط، تكون موجودة في على كل المفترقات الطرق والأماكن والأهداف الحيوية. الطريق هذا طبعا هو هذا شريان حيوي ورئيسي، هذا طبعا يربط الجنوب كله بحدودنا الغربية مع الشقيق الجزائر، ولهذا هو مهم جدا هذا في تنقل المواطنين ونقل البضائع، ومهم في حركة الآليات ومعدات واحتياجات الحقول النفطية، فهذا كله الحقيقة يعني طريق مهم جدا جدا يعني، فتأمينه لزاما يعني الحقيقة لازم يكون مؤمن بشكل جيد بحيث حتى المواطن يستطيع أن يمر. والحقيقة بفضل الله أولا وبفضل تعليمات سيد القائد العام بفضل القوات المسلحة الآن أصبحنا كان يعني ما يقدرش الواحد يسافر يبدأ من الجفرة أو من كذا إلى يوصل لحدود الجزائر ويوصل لغات ويوصل وهو آمن وهو مطمئن. الآن الحقيقة هذا الكلام متاح بالنسبة للمواطنين، وأصبحت أنهم لهم كامل الحرية أن يتنقلوا في الطرق، أنهم يستطيع حتى ينام في الطريق، يستطيع كذا، لأن الحقيقة بفضل الدوريات وبفضل التمركزات اللي موجودة الأمور أصبحت الحقيقة ممتازة. وهذا طبعا هو حصل في حتى في جهة طبعا حوض مرزق وجهة اللي عند التوم واللي عند دوا واللي عند الكفرة واللي عند العوينات في حدود السودان واللي عند هذه أغلب كلها مناطق أصبحت مؤمنة الحقيقة بفضل القوات المسلحة الحقيقة. أولاً أريد أن أشكر القيادة العامة على هذا العمل والكتيبة 173 بقيادة العقيد يغرس محمد أحمد، وفعلاً اليوم حضرنا الافتتاح التي سميت باسم العم إبراهيم مادي، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ونشكر السيد يغرس محمد أحمد على هذا يعني على هذا الاسم اللي هو سمي باسم إبراهيم مادي، يعني المنطقة قريبة من البير يعني. وأشكر المشير كان خليفة بن قاسم حفتر على تأمين المناطق الجنوبية، وحقيقة العمل يعني أول عمل نشوفه في المنطقة الجنوبية بهذه الإمكانيات الحقيقة. في هذا اليوم المبارك افتحنا هذه النقطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمجموعات الإرهابية لتأمين مدينة أوباري والساحل الحدودي مع دولة الجزائر. تبعد النقطة من مدينة أوباري حوالي
وثلاثين كيلو تعتبر بمسمى 107 لتأمين الحقول النفطية ومحطة الكهرباء الغازية لتأمن في مدينة الجنوب بالكامل.